وقع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مذكره تفاهم مع نظيره اليوناني في مجال البحث والانقاذ الجوي والبحري وذلك بحضور وزير الخارجيه سامح شكري ووزير خارجيه اليونان بحث الوزيران عددا من الموضوعات المشتركه والتعاون العسكري فضلا عن نقل وتبادل الخبرات بحضور رئيسي اركان حرب القوات المسلحه المصريه واليونانيه وعدد من قاده القوات المسلحه للبلدين. في اطار دعم علاقات الشراكه والتعاون بين حكومتي مصر واليونان. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد نيكولاوس بنايو توبلوس وزير الدفاع اليوناني بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والانقاذ الجوي والبحري بين الجانبين المصري واليوناني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني السيد نيكوس ديندياس، ونصت مذكرة التفاهم على تقديم كافة اوجه الدعم بين الجانبين، بما يحقق التكامل في مجال البحث والانقاذ الجوي والبحري. واعرب القائد العام للقوات المسلحه على اعتزازه بعلاقات الشراكه التي تربط القوات المسلحه المصريه واليونانيه في مختلف المجالات العسكريه مؤكدا حرص القياده العامه للقوات المسلحه على زياده اواصر التعاون في مختلف المجالات العسكريه لكلا البلدين الصديقين من جانبه اعرب وزير الدفاع اليوناني عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الاقليمي والدولي متمنيا ان تشهد المرحله القادمه دعم افاق جديده لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين عقب ذلك عقد لقاء بين الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه مع نظيره اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اطار تدعيم مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه المصريه واليونانيه حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه والفريق اول كونستانينيوس فلوروس رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه اليونانيه وعدد من قاده القوات المسلحه لكلا البلدين